بنجيب بتواصل معاك كابتن ايمن، تحياتي لكم كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان والضيوف الكرام في الاستوديو. معانا كابتن سامح حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، يعني كلام كتير اعتقد حضرتك تتكلم فيه، يعني خدتوا قرار هنلعب بالشباب، مع ذلك مباراه ثانيه امام النادي الاسماعيلي، فريق جماهيري فريق كبير، لكن اثرته على التجربه واستكملتها الاخر، واعتقد ان مصر كلها بتحسن النادي الاهلي على التجربه وعلى الاداء اللي ظهر بشبابه. يعني طبعا الحمد لله طبعا على كل شيء. يمكن مهم قوي ان احنا يبقى لنا اهداف في كل مرحله وكل بطوله. من اهداف البطوله ديت ان احنا نشوف الناس، نشوف اللعيبه القطاع الناشئين، اللي بشكر قطاع الناشئين كلهم على مجموعه اللعيبه ديت. يعني عايز تعمل في الكوره معروف، يعني اعمل شخصيه لاي لعيب، يعني مهم جدا ان الموهبه تبقى موجوده، وكتير جدا بتبقى موجوده، لكن لو غابت عنها الشخصيه الموهبه ملهاش اي قيمه. يعني اللي يعمل في الكره المصريه معروف يقدم شخصيات تبقى مسؤوله، شخصيات تبقى عندها اصرار، شخصيات تبقى عندها عزيمه، شخصيات بتلعب لاخر ثانيه. ما تقلقش على النادي الاهلي طول ما في الروح دي موجوده، وطول ما كان اللعيبه الصغيره طالعه من وهي صغيره كده على ان انت تلعب مع لحد صفاره الحكم، تلعب حتى رغم فرق الخبرات وفرق السن وفرق المواقف اللي عدت بيها. لعيبه اول مره تلعب عندنا، رأفت بيلعب لاول مره، مواليد 2004، يعني عنده 17 سنه وما بتخافش وبتلعبه، ما فيش مشكله، لان احنا عايزين نشوف الناس دي وعايزين نشوفهم بشكل كويس. بحييهم جدا جدا، بحييهم مش عشان روحهم بس، بحييهم كمان لانهم ما فقدوش الامل ثانيه واحده رغم سنهم ورغم حداثه عمرهم، لكن في النهايه طالعين بفكر هو فكر النادي الاهلي. بحيي الكل، يعني شوبير واحمد سيد عبد النبي وكريم طبعا قبليه ومغربي ومانو ونصير، وفي نص الملعب عمار اللي عامل مباراه رائعه جدا 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 النهارده، ومعاه محمد فخري ومحمد محمود كل يوم عن يوم الحمد لله الدنيا بتبقى كويسه، وزياد وحسام حسن رائع جدا النهارده، ومحمد فخري في الشوط الاول. حتى التغييرات لما بدلنا نزل احمد سيد عبد النبي ونزل رأفت ده تغيير اول على فكره بالنسبه لنا، احمد سيد عبد النبي ورأفت الاثنين، واحد مواليد 2002 والثاني مواليد 2004، واحمد سيد غريب واحمد اشرف، كلهم عناصر مبشره جدا. يعني مهم جدا ان احنا كنا نشوفهم، ومهم جدا ان هم كانوا يظهروا، ومهم جدا ان هم يقولوا كلمتهم، والواحد ما بيقولش غير حاجه واحده بس، يعني خلي الحته التنظيميه طبعا مع الجزء الفني، لكن شخصيتك لازم تبان. اوعى تخاف من حاجه، اوعى تخاف من اي حد، اوعى تخاف في اي موقف، اوعى حاجه تهزك ابدا. يعني عبر عن نفسك وعبر عن شخصيتك وكن متواضع جدا، وكن يعني على قد المسؤوليه. الحمد لله دي حاجه كويسه بحييهم عليها، وان شاء الله الرحمن نشوفهم كمان بكره وبعده في القريب العاجل، يعني حاجه من نجوم مصر باذن الله. كابتن سيد، يمكن كان في اجتماعات مستمره بعد الاجتماعات كمان الفنيه، كان حضرتك كنت حريص على الكلام مع اللاعبين حتى بين الشوطين النهارده، كنت شايف حضرتك حريص على انك تتكلم مع اللاعبين ومنزلين المباراه، كنت بتقول لهم ايه وبتحفزهم ازاي؟ قاعدين شوط كويس جدا، لكن محتاجين نهدى بس. يعني العنصر الشباب ده بيبقى فيه حماس يا اما مفرط يا اما في قلق، فالكلمه لازم تكون بحساب. يعني الشوط الاول كان في حماس شديد جدا، لكن محتاجين نهدى في الباص، محتاجين نهدى في التحرك، محتاجين نهدى حتى واحنا بنتكلم بعض، يعني عشان ما يحصلش فيه نوع من اللخبطه ونوع من التوتر ملهوش داعي. الحمد لله طبعا انا زي ما قلت لك بحييهم، والراجل اشتغل معاهم بشكل كويس، وامبارح عملنا محاضرتين مش على عاداتنا، يعني عملنا واحده في النادي وعملنا واحده هنا بالليل، مش عشان يبقى فيه قلق ولا حاجه، لان احنا لو مش واثقين فيكم ما كناش لعبناكم يعني. لكن طبعا زي ما بقول هي دي مدرسه الاهلي، وهو ده الواحد اللي بيخليه دايما مطمن ان انت رايح بالعقليه دي، او اللي جاي بالاجيال اللي جايه باللي بعدها باللي بعدها تكون بالعقليه دي. اخش المباراه بقى، يعني انا مش من عاداتي ان انا عايز اتكلم على التحكيم او اتكلم في الحكم، لكن الكره بتاعت باهر المحمدي اعتقد ان هي على الاقل كارت تاني، على الاقل كارت تاني. يعني التهور ما فيهوش اي كلام وما فيهوش اي نقاش، يعني ومش وجهه نظر، يعني القانون عمره ما كان وجهه نظر. يعني طالما رحت للفار يبقى الفار استدعاك ان هي كارت، انها يعني الفار يعني بيدخل في اربع حالات، منهم حاله الطرد. يعني الفار جاي بشاكك في حاله طرد ما فيهاش حتى انذار. فيعني لكن الحمد لله على كل شيء، مش عايز اتكلم على الامور التحكيميه كتير يعني، لكن الحمد لله على كل شيء يعني. اخيرا ظاهره النهارده ما ينفعش نفوتها، جهاز الفن على الخط، اللاعبين، الجمهور كمان، يمكن الناس اللي قاعده في المدرجات النهارده العدد القليل اللي موجود، ما فيش حد ما كانش عنده ثقه ان النادي الاهلي يدرك التعادل. انا بقول لك هي دي الروح اللي انت عايز بتوصلها من جيل لجيل لجيل لجيل، يعني هو ده اللي بيطمن الواحد. يعني اللي جاي من مدرسه الاهلي جاي بنفس الفكر وبنفس الشخصيه وبنفس الثقافه وبنفس الروح.
ممكن يبقى فيه فروق فرديه، اللي هيعوضها هي حته الشخصيه، زي ما قلت لك اللي عايز يعمل معروف في الكره المصريه يطلع شخصيات، يعني من وانت صغير كده ما تسيبش اللعيب الساعتين بتوع التمرين وخلاص، يعني يتمرن ساعتين وبعدين يروح، يعني فيه 22 ساعه بعد كده بيعمل فيهم ايه؟ يعني لو انت عايز تقدم موهبه وعايز تقدم هديه للكره المصريه لازم يبقى فيه محاضرات ولازم يبقى فيه دروس ولازم يبقى فيه كلام عشان تكبر الشخصيه بالموهبه توصل للنتيجه اللي انت عايزها، لكن موهبه بس بدون امكانيات عقليه اعتقد ان هذا الامر هيبقى صعب قوي. اخيرا كابتن، كلمه لجمهور النادي الاهلي. يعني الحمد لله طبعا هي بطوله انت عايز منها اهداف معينه يعني، لكن انا عارف كويس قوي ان انتوا برضو على نفس روح اللعيبه كده، يعني جمهور النادي الاهلي هو نفس روح اللعيبه يعني. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامح حفيظ مدير الكوره.